فنحن الشبهات قدرنا، والابتلاء قدرنا، والمصائب قدرنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا وقع في حيرة، وقع في حالة اسمها انفصام شخصية، سأل أبوه ما جاوبه، أمه ما جاوبته، وعنده حاجة، لا بده مين يجاوبه. والله عز وجل ما أمرنا أن نسأل إلا بخطة إلهية حكيمة. ما في مكان ما في إنسان على حق، ولكل عصر واحد يسمو به. ما في عصر مهما كان متخلفا إلا في أهل الحق، وكل إنسان بحث عنهم من سابع المستحيلات ألا يعثر عليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء الربانيون، العلماء الذين لم يتخذوا الدين تجارة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. السؤال مفتاح العلم، السؤال مقدس، وما في سؤال مهما بذلك مستحيلا إجابته إلا له جواب مقنع. أنت مع خالق الأكوان، مع دين سماوي، مو من دين من صنع بشر. البطولة أن تصغي إلى السؤال المحرج وأن تجيب عنه بأسلوب راقي. وأنا أقول للدعاة أو للمدرسين أو للمعلمين، فما في إجابة، ما في امتلاك إجابي، عود كل من حولك أنا أجيبك في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الدرس معد إلقاء هذا الدرس بالدرس القادم، أخصص ربع ساعة للأسئلة، أدرسه بالبيت ودائم درس أعطي جواب. الإمام مالك إجا وفد من المغرب معه 50 سؤال، أجاب عن 17 سؤال والباقي قال لا أعلم. قال الإمام مالك لا يعلم، قال قولوا لهم الإمام مالك لا يعلم. كلمة لا يعلم وسام شرف للمتعلم، الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا. لا تعود من حولك من طلاب بالمدارس أو إخوان بالجوامع أنه أي سؤال جاوب عنه، لا لا، معك جواب دقيق مع الدليل القوي قرآن وسنة جاوب، ما معك إلا على الدرس القادم. عودهم دائما الجواب الدقيق بالدرس القادم. قال سيدنا عمر كنت قد أعددت كلاما، قاله عني أبو بكر أعددت كلاما. أنت معك أسئلة أخذته من الطلاب أو من طلاب العلم بالجامعة، أنت معك جمعة للدرس القادم، راجع الكتب، راجع التفاسير، راجع كتب الفقه. أهم شيء يكون دعوتك مدللة مع دليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. كل بطولتك بالدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء.